الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفيرها لدى اليمن ماثيو تولر دعمها للحكومة الشرعية وقوة التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. Well, we certainly understand the concerns of many of the members of Congress who read almost daily about the consequences of the conflict in Yemen. إنه من الشرف أن أكون هنا بالمكلا. كما تعلم المكلا وحضرموت هي أهم منطقة باليمن لما تملكه من سيرة طويلة في التجارة ولديها تاريخ طويل مع الجماعات المتطرفة. بعد أن تسلط الحوثي على صنعاء ودمر مؤسساتها رأينا أن جماعة القاعدة خرجت من الوادي وسيطرت على مدينة المكلا لقرابة 7 أشهر وبذلك سيطرت على المدينة واستحوذت على مصدرها واستنفذت مدخرات البنك المركزي. بذلك رأينا مجموعات إرهابية تنزح إلى اليمن وخصوصا إلى المكلا من جميع المناطق، ولكن بعد اتحاد صف التحالف والجيش اليمني تم طرد القاعدة، والآن نرى مع هذا التحالف مع حرس الحدود لليمن فإنه قادر أن يحمي مناطقه. نحن نعمل مع الدولة اليمنية لإرجاع مؤسساتها ولتكون قادرة لحمايتها.